اليوم انا كسرت القعده وحبيت احكي معكم لكم لانه دائما بيجي بحكي مع الصبايا، بس حسيت انه انتم عندكم مشاكل شوي ببشرتكم، وكمان حلو انه الشباب يهتموا ببشرتهم مثل البنات. صح. انتم عندكم شغله كثير منيحه ببشرتكم انه بتكون اسمك من الصبايا وما بتجعد بكير، بتطول لجعد. هلا مثل ما بعرف انه انت عندك مشكله سواد تحت عيونك كثير. هذا الشيء بيجي بالوراثه. بالمبدا ما له حل كثير، يعني ما فيك تصح على الاخر منه، بس في انه انا جبت لكم معي ادويه كرمال تهتموا ببشرتكم. ثانك يو. اليوم بجيبه بس للشباب، بس لو شو ما عملت اذا ما نمت هذا الشيء ما بيساعد انه يروح الاسود من تحت عينك. اول شيء الستريس وهيك بيزيدوا الستريس، التعب، قله النوم، لو شو ما عملت اذا ما نمت بالليل لك تعصيب. هنا خليها البشره بتجددوا بالليل من 12 ل 4 الصبح، بتعرفوا هذا الشيء. يعني انتم قد ما تناموا بالنهار اذا سهرتوا بالليل ما في شيء بعوض التعب تبع الليل. يعني قد ما اعتنت ببشرتك اذا ما نمت رح تعمل اسود تحت عيونك. في ادويه بتخفف هذا الشيء وبتحد من انه يزيده، بس انه تيروح على الاخر هذا الشيء ما بيروح. اوكي. واهم شيء تنظيف البشره من بعد الميك اب، لان انتم بتتعرضوا للمكياج كمان، بتحطوا ميك اب، ما تكونوا مثل الشباب العاديات اللي ما بحطوا شيء على وجههم. اهم شيء تنظيف البشره من بعد الميك اب، وما تناموا فيه، ما تناموا بالميك اب بالليل بس ترجعوا من كيف عم بتنظفوا وشكم بس ترجعوا من البرايم؟ صابون مشاور هذا تمام. هذا اوكي، هذا الشيء ما بيكفي. الميك اب لازم يتنظف بعمق من البشره، يعني انتم بتنظفوا بصابون مش بس دي ماكيان، في شيء اسمه لوشن، لان قد ما نظفته انا جبت لكم معي، قد ما نظفتوا وشكم بعد الميك اب اذا جبتوا قطنه حطيتوا عليها لوشن ومرقتوها على وشكم رح تطلع سوداء. اوكي. الخيار المسقع والايس تي اذا بنحطهم تحت العين كثير بيساعدوا للاسود، للهالات السوداء تحت العين. خيار حط لبنه؟ لا مش لبنه وزيت وزعتر، لا بس خيار عن جد مش مسحه، خيار او بطاطا. البطاطا اذا بتقصها ترانشات اكيد منك جوعانه. لا والايس تي كمان الشاي المثلج اذا بتحطه تحت عينك كثير بيساعد صراحه. لا انه لازم بس نظهر انه هلا انه بعد ساعه لازم انتم خاصه لانه بشغلتكم تتعرضوا كثير للميك اب واضاءه وكل هول وتصويرات، واوقات بالفيديو كليبات بيبقوا 24 ساعه بيصوروا 24 ساعه الميك اب على وجههم. كرمال هيك لازم نهتم بالبشرة، كرمال ما يطلع حبوب، كرمال ما تتعب، كرمال ما يعني من التلوث، كله هيدا لازم تساعد انه تنظف وجهك منيح، تحط كريمات على وجهك، عند الجد هيدا الشيء بيساعد. هلا بالنسبة لك انت وجهك بضل احمر كثير، هيدا شيء اسمه روزاسي، بتعرف فيها؟ رحت شي مرة عند حكيم. حكيمة قالت لي هيدا كيف بتجي الرجية. تجي الرجية على اشياء معينه، على المي السخنه مثلا كثير. مش قصه الرجية على المي السخنه، هيدي ما بتبلش قبل عمر 25 سنه، انت اللي عندك اياها روزاسي اسمها. انا وصغير هي عندي اياها من انت وصغير، لانه وراثه. لانه وراثه، بس هلا ما قويت معك. ايه بلا هلا هالفتره كثير هالفتره قويت مع ستريس، على ستريس بتقوى. ما فيك تكون انت بمناخ كثير مسقع، يعني ممنوع ثلج، ممنوع هواء، ممنوع سقعه كثير، بنفس الوقت بالعكس ممنوع كثير دفى، ممنوع تقرب على النار، هذا الشيء بيأذي لك بشرتك. لازم تضل بطقس معتدل. هولي شعيرات دمويه بتتفتح، يعني الشرايين كثير صغار بتتفتح وبتصير الحركه الدمويه، الدوره الدمويه كثير سريعه، مشان هيك بنقدر نشوفهم. يعني انا اذا بقرب على بشرتك بقدر اشوف انه في شرايين صغيره بتبين. فهيدي مشكله ابديه، يعني ما بتصح. مش معي وقت. بس هيدا عن جد مشكله ابديه، بس انه فيك انت الاكل كثير بياثر، يعني ممنوع تاكل حار. حار ما باكل؟ ما فيي. ايه ما بتاكل. كل شيء حامي ما فيي اكل. كل شيء حامي وكل شيء حار ما تقرب عليك. طب ليه بس يعصب بيطلع؟ ما هو ستريس، التعصيب، كل شيء انفعالات بده يبين على وجهه. لانه سؤال جهان بخصوص البوانوار. بوانوار كنت اخذها انا باللي بحطوا لي اياها على الكارنيه. بوانوار ليه؟ صارت على الوجه هلا بس تكبر. صارت على الوجه. اوكي البوانوار هي الزوان، يعني هي كنية عن دهن بيطلع من قلب البشرة، وبس يشوف الهواء بيسود. مشان هيك بيصير الراس تبع، يعني انت عندك كثير على منخارك، هي الراس اسود بس من جوا بتكون بيضة، دهن ابيض. في مرة حدا سألني منكم بحط هيدي التلزيقة. نسيم. ايه يمكن نسيم. كمال تنفس هيدي.
لا 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 كرمال الزيوان بس تشيلها دغري بيرجعوا بينه وبيرجعوا بالسواد. لا لانه هيدي التلزيقه بس بتشيل الراس تبع الاسود بس من فوق بس هي بتكون من ما بتشيلها من الاعماق. كيف بتشيلها من الاعماق؟ بالتنظيف مي سخنه. ايه على فكره انت ممنوع تغسل وجهك بمي وصابون ابدا، ما تقربهم على وجهك دائما بهيك. انت بتضل بتحط صابون على وجهك هيك الصبح وبس بدك تقوم غسل الوجه عادي؟ لا 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 غسل ما تقرب مي وصابون، بتغسل بس بهيدا. وفي حال بغسل بس بهيدا بلا مي، يعني بلا مي بلا هيدا من بعد المي لازم تستعملها اصلا، المي ما لازم تبقى على الوجه لان المي بتاذي البشره. يعني في غسل وجه بس بمي بلا صابون؟ نو 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 ما تقرب حتى مي؟ ما تقرب غسل بس بهي. وفي حال بدك تغسل بمي لازم تكون معتدله. عشان هني بتضل هيك بو دو بون يعني ما في إيه البشرة الدهنية بدها تضل تسمع بدها تعمل حبوب بدها تعمل زيوان بس عندها شغلة كتير منيحة إنه بتخطيها يعني بكير ينسون شاي كوفي شو لا بلا واحد جوس وحيط لا 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 عن جد عن جد ثانك يو يلا بدنا نعمل شيء خلص يلا طب جوس يلا ساعدك مروان؟ ايه عزيز هو ساعديني لا عرفتي كيف؟ مخية عم بحضر سو ما بكبر كتير ما بكبر ايه ما بتخطير البشرة خاي لأنه هيك قلت أنا بحكيكم لألكم اليوم بصدق فيك كتير وبس تطلعوا من هون عن جد اهتموا ببشرتكم أكيد دايما أكيد خصوصي رفايال نتوياج ايه انت سرنيتير أنا شو بدي أعمل قلت لك شو بدي أعمل بس منا هالقد مشكلة يعني منا هالقد عويصة أنه بدك أنا حتى أيام بس حط ميك اب بال قبل البرايم بنقز من حالي انه معقول هالقد ما بقى في شيء انا بس اطلع من المرايه بصير تغيير بصير مستبصير طلع ليكي مثلا ليكي شكلي هون ليكي هون يعني بنقز من حالي ليكي هون قد اسود هولي بالصور بينه زياده بس انت باللايف مش هالقد يعني مش هالقد بين كل شيء زياده بالصور يعني انا بين بعد بين حلو اكثر بعد انا يعني هذيك على الكاميرا يعني بالتلفزيون على انت عندك خيال تحت عينك اكثر من اسود لانه فورمه عينك شوي لجوا بالعكس برا بتعطي خيال مشان هيك يعني هذا الشيء عم بيزيد بس انت مش هالقد انه في عالم اكثر منك ما تاخذها شخصيه هيدي علمتهم الحكي كلهم صار يعرف يحكوا لبناني على اصله الدوره الدمويه طلص. بتكون كثير بطيئه عندي؟ ايه مشان هيك انا البطيئه على دماغي بحسها ايام الاكل اذا كان عندك اذا كان اكل مضبوط يعني ما عم تاكل صح. ما عم تتغذى منيح الاسود تحت عينك بزياده على التي في كيف بتشوفينا؟ جاني ما ببين شيء على البراد جيتك التنكيت انا اليوم كثير انا اليوم كثير